الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الاول لكره القدم قال ان احمد عبد القادر تعرض لالام في العضله الخلفيه ولم يستكمل المباراه بسبب هذه الالام. انا كلمت عبد القادر عرفت انه احمد قال لي والله رجلي اول ما رجلي شدت فخرج، وده اللي بيعجبني في مارسيل كولر بالمناسبه، اول ما يحس ان في مشكله يطلع اللعيب. عنده عناصر جيده كثيره جدا وعناصر تقدر تعتمد عليها. دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق ايضا اوضح ده بالنسبه لاحمد عبد القادر، قال ان هو عنده شد في العضله الخلفيه وبكره ان شاء الله بمناسبه الشد في العضله الخلفيه لازم تاني يوم تتعمل الاشعه علشان تكون كل حاجه واضحه، فبكره ان شاء الله تتعمل الاشعه ويطلع دكتور احمد يتكلم في هذا الامر. دكتور احمد جاب الله ايضا قال محمد هاني مدافع الفريق تعرض لكدمه بسيطه في كاحل القدم اثناء المباراه الاسماعيلي. الكدمه ما فيهاش قصه، كدمه ممكن يوم التاني تلاقي نفسك بتتمرن عادي خالص ان شاء الله. حاله دي انا من عندي يعني، دي حاله محمد هاني ان شاء الله تبقى مطمئنه، ولكن سوف يخضع لفحص طبي جديد غدا للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الاصابه.